وصلتنا معلومات من مصادرنا السرية قيام أشخاص من الجنسية الباكستانية والأفغانية يمتهنون سرقة الكاب العسل. أشخاص متواجدين الآن ومتحصلين بداخل السوق. يتم التأمين الآن الموقع من قبل المجموعة اللي معي درجة المداهمة. يتم الآن مداهمة الموقع معاكم الكفة والحذر. توكلنا على الله يا رجال. قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 12 مقيما من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية الأفغانية لارتكابهم حوادث جنائية في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة كيابل نحاسية من مبان تحت الإنشاء ومستودعات باستخدام مركبات مسروقة وإخفائها وبيعها في منافذ بيع المستعمل. وبلغت قيمة المسروقات نحو 8,300,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.